معي السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ رائد. كما رأينا وفي استعراض أهلا بك، يعني في استعراض لهذه البيانات فعلا ملفت، ويبدو أن أمريكا ما تزال تحتل الوجهة التصديرية الأقوى بالنسبة للصين وأرقام قياسية. ما الذي يمكن أن نقرأه من هذه البيانات؟ هل نقول بأن فعلا الاقتصاد الصيني قد تعافى إلى حد كبير، أم أنها المقارنات التي تمت ربما مع البيانات السابقة هي التي أعطت هذه الفجوة الكبيرة؟ بلا شك تماما، هذا هو المرد الأساسي أو هذه هي النقطة الأهم، المقارنة قياسية للقراءات السابقة. بالتالي بلا شك راح يكون في عندي تحسن قوي جدا بالمقارنة مع القراءات السابقة، خصوصا مع إقبالنا أكثر أو إقبال الاقتصاد الصيني أكثر إلى الاقتراب، أو ليس الاقتراب وإنما بدء عملية التعافي من عملية من الآثار السلبية لفيروس كورونا. قراءات التي أظهرت اليوم ارتفاعات في فائض الميزان التجاري وارتفاعات أيضا واضحة في الـ PMIs أو مؤشرات مديري المشتريات بقراءات إيجابية، سواء كان في قطاع الخدمات أو قطاع الصناعات التحويلية، وقراءات تفوق مستويات 50% بالنسبة لهذه المؤشرات بكثير، إنما هي دلالة ضمنية على الاقتصاد الصيني يتعافى ويتحرك بالجانب الإيجابي أو الجانب المشرق، ولكن لا يزال القراءات نسبية ولا تزال هناك العديد من النقاط. يعني بالنسبة للاقتصاد الصيني فهو لا يزال على الأقل في الثلث الأول من عملية الريكفري قبل الأزمة الاقتصادية، بالتالي يعني لا يزال حتى الفي شيب غير مكتمل، وهو معرض لإمكانية أن يكون دبليو شيب في الفترة القادمة، لأنه الترند العام كان من المتوقع للاقتصاد الصيني أن يواصل بارتفاعات أكبر بكثير كناتج محلي إجمالي وكأداء اقتصادي بشكل عام. ولكن اللافت بالانتباه هو ضعف التأثيرات على ترامب والسياسات الحمائية بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد الصيني، وعودة إيجابية للتصدير الصيني للولايات المتحدة الأمريكية كما أظهرت البيانات اليوم. أعتقد هذا بفحواه يعتبر أنه تحذير مبدئي أن الاقتصاد يتحضر لمرحلة ما بعد ترامب. نعم، طيب الذهب أيضا أستاذ رائد، كيف يعني يمكن أن نحدد مسيرته حتى على المستوى المتوسط والقصير؟ يعني هل $2000 يعني شوف رأينا أن هناك بعض المؤسسات المالية بدأت تعود لأن تتداول ربما مستويات $2000 في العام القادم، هل هذا منطقي؟ ماذا عن حزم التحفيز وتأثيراتها أيضا على تحركات الدولار في هذه المرحلة؟ هل القيمة أيضا لها دور؟ بالنسبة للذهب نلاحظ أنه كانت الوعكة أو التراجعات التي تعرضت لها أسعار الذهب في الأسبوعين الماضيات تقريبا تعافى بشكل سريع بجزء كبير منها، وعودة إلى ما فوق مستويات $1900 للأونصة بعد أن وصل إلى مستويات $1760 للأونصة. يعني الكثير كان يعني متفاجئ من تراجعات الذهب على الرغم من الحديث بالحزم التحفيزية لا يزال موجود، ولكن يوجد رغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين. توجهت الرساميل بشكل عام إلى الرغبة بالمخاطرة إلى أصول ذات فولاتيليتي أوسع أو تذبذب أوسع النطاق، وهي أسواق الأسهم بشكل عام واستغلال واغتنام للفرص مع نهاية التعاملات العام. ولكن في نفس الوقت لم ينهار الذهب، عاد بسرعة بشكل سريع نسبيا أن ندخل في العام الجديد إن صح التعبير. بالتالي هناك توجهات كانت إلى العودة إلى الذهب، وأيضا لدينا لا يزال ارتفاع مضطرد بحيازات الذهب بالنسبة للصناديق الاستثمارية وأموال متدفقة بالبلس لهذه الصناديق التي تستثمر أو الأصول المدعومة لها هي ذهب بمجملها. عندنا أكثر من 10 أشهر على التوالي من الارتفاع في التدفقات النقدية الداخلة إلى هذه الصناديق، ذلك يعزز إمكانية أن الذهب قد يزور مستويات $2000 للأونصة مع إذا لم يكن في نهاية تعاملات هذا العام مع مطلع العام القادم. والمغذي الرئيسي لهذه الارتفاعات سيكون الحديث عن حزمة التحفيز المالية التي سوف يتم ضخها بالاقتصاد الأمريكي. أشكرك أستاذ رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.